الخبر اول اللي عدنا عن نورمار ويا رمار ورثهم على تهكير السابيارا بالانستغرام. نورمار نزل على سبب بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان ويا يا رمار، وبهذه الستوريات صاروا يشرحون بها شلون واحد من الاشخاص قدر يدخل على حساب يارا ويهكره بنفس الوقت يمسح الحساب او نقدر نقول بنده، ولكن بنفس الوقت ان شاء الله حيرجع الحساب يا حبايب. ولكن بنفس الوقت هم قالوا انه من الاسبوع اذا ما رجع الحساب راح يفتحوا الحساب الجديد، وان شاء الله حيدعموه. اكيد الجلادي ما راح يقصرون اياهم، راح تكون الستوريات اللي حاب نشوفها كامل. ما تحكي ليش سيدة حالي زعلانة؟ هيك الزيبة؟ ليش مالي زعلانة؟ لا والله فرجم محادثك انه مالي متضايقة يعني عادي انا متضايقة على حسابي اكثر منها يا جماعة. حساب يارا مع الاسف من البارحة رايح واليوم مخترق واليوم شفناه تبند، اليوم شفناه تبند تمام. والحساب اوريدي قبل ما يتبند بيوم البارحة كانت عم تدق لي عم تقول لي ليش شايل الفولو عن الناس من هالحكي، فتفاجأنا انه في ناس فايتين على الحساب مين كلمة السر والرقم والايميل وكل شيء. كثير طول الستوري على فكرة. بعرف، أنت طلعي شو مطلع، أنا كون هيك مساعد بحكي. يلا ها ها. كيف كنت؟ خلص حاضر. تصوري نفس يا جماعة أنا رح أحكي لكم القصة. لك صح بس خلي خلص وجهة نظري بعدين أحكي أنت. يلا. فيا جماعة. ما فهمت عليك شيء بس تمام. أنا صرت لساعة بنحاول نصور ستوري. بربك حيطة فلتر، هذا شغلة جدية رايحة حسابك يا شيخة. طب خلاص رايح حسابي حطي جايين فاهم الناس. فالقصة يا جماعة بشكل مختصر انه مع الاسف راح حسابه، ونحن عم نحاول بشتى الوسائل نرجع له حسابه، بس من هون لاسبوع اذا حسابه ما رجع وصار مثل حسابي صار له 5 شهور. انا كمان بالاخير مليونين ونص راحوا كمان، يعني انا حس فيه اكثر ما هي حس بحالها. والله العظيم حس فيه اكثر ما حس حالها، لانه انا جربت وانا عم بروح حسابي هيك. فباسبوع واحد يا جماعة اذا ما رجع الحساب نحن نضطر نحاول فيه، واذا ما رجع الحساب راح نفتح واحد جديد ندعم يارا. وكانت هي 600,000 ما 725,000 منجيب اكثر من 725,000 بوقت قصير. نحن بالاخير متابعينا مو مجرد عدد، متفاعلين كلياتنا، فبنحسن يا جماعه بس نفتح الحساب كلياتنا نشارك وكذا ونوصل 700 مثل ما كانت وقوه ان شاء الله. فادعوا لنا ان شاء الله يرجع مبدئ يصير نفس حسابي. انا حسابي كثير صار له زمان والله ما رجع، ادعوا لنا يرجع حساباتنا انا ويارا وما نضطر ان شاء الله نفتح حساب جديد. بس اذا حال ما رجع رح نفتح حساب جديد ونجيب اكثر من 700 صح. اكثر من 700 كلياتنا يد واحده. انتوا كفو جلادين يا جماعة. الناس عم تسألني كيف تبند. ما تبند مثل حسابي، لا أنا حسابي طار. هي في حدا فات على الحساب وغير كلمة السر والإيميل والرقم، واليوم قفله شمال نحاول نسترجعه، إنه قفله مؤقت شمال نحاول نسترجعه. كيف شلون ما بعرف. بشكل مختصر يا جماعة أي شيء إذا رجع حسابي يارا مثلا صار ينشر فيه شغلات وهيك يعرفوا إنه ما نحن، يعني جواته أشخاص ما مو نحن نفس الشيء. ما حاول استمر. مو نحن. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو نارين بيوتي. فنارين بيوتي نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات جدت من خلالها انه راح تنزل مقطع باكر راح يكون عبارة عن فكرة جديدة ونارية طبعا، واللي طبعا راح ينزل لكم الساعة 8. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملكة القصص وسار يوتيوب، والمقطع الخرافي نزلته سار يوتيوب على قناته باليوتيوب. هذا المقطع سوينا بيه مقلب خرافي، سويت بيها طرح سويت بيها مقلب وردة فعل الصراحة كانت كل صادمة الموضوع. على كل راح احطكم رابط بوصف، أتمنى من الكل يروح يشوف المقطع وانصدموا وشنو كان المقلب وشنو ردة فعلها على المقلب اذا حابين تشوفوني هناك. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين نارين بيوتي وتهجمهم على نور ستار، فنور ستار نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره. وكالعاده يا حبايب كل الكومنتات اللي عدت فجرت بالهجوم اللي قاعدين يتهجمون عليها من جمهور نارين بيوتي، واللي قاعدين يقول انه هذول دموج حقيقيين او لا. اكيد شو رايكم بهذا الخبر يا حبايب؟ اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بالتهجم، تعرضت لها تستحقه او لا. الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين كشفهم حققت جهد وسمد اخفاهم الاسم نور عصام من الكومنتات اللي عدهم. صراحه ما يعرف انهم نور عصام، فهي الاوائل اللي عدت تقريبا مليون مشترك باليوتيوب. اما السبب ليش هم خفوا اسمهم صراحه ما ادري بالسبب بالضبط. على كل بالنسبه للي ندخل على المقطع نزلوا زي بعد التعليقات ونكتب اسم نور عصام بس نروح كمان ثلاثه ونعمل دفع تعليق وتعليق الاشخاص حلقه ورايا. بعد ما نفضهم زين نروح نغلى السبعه ونشوف التعليق حيطلع للناس او لا. بعد ما نغلى السبعه نزل بعد التعليقات ونروحنا على كلمه لحظه ثوان راح نشوف تعليق مظهر وانما تعليق هذول اشخاص ثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا احباب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه شهد وسمد اخفاها لاكثر من 5 عوائل تقريبا من الكومنتات اللي عندهم. وبس والله حبايبي وصلت المقطع. اتمنى يا حبايبي الكل يروح يشوف المقلب اللي نزل على قناه ساره، المقلب خرافي اول مره يمكن تشوفوني بشي نوع من المحتويات. فاتمنى من الكل يا حبايبي يدعم هذه القناه اذا حابين ان نكثركم من هيك محتوى. وبس كان فيزي مقاطع من القصص ومع السلامه.